السلام عليكم متابعينا ومتابعين قناه السليمانيه، اهلا وسهلا بكم ومرحبا. رجاء اللايك والشير ورجاء الاشتراك في القناه عشان يوصل لك كل جديد وحصري من معرض وشركه السليمانيه للاجهزه الالمانيه الفاخره. النهارده معانا عجان هنريش الماني سعه 12 لتر. زي ما احنا شايفين قمه الفخامه والذوق العالي والحاجه اللي ما بتتكررش من سنه للسنه. طبعا عجان ده عليه اقبال ما شاء الله جامد وعليه طلب جامد، لانه فعلا من الحاجات الفاخره الفخمه اللي مش هتلاقيها في اي حته غير عندنا الحمد لله. طبعا عجان زي ما احنا شايفين بيجي معاه 4 غيارات للعجن والخفق والتقليب، وبيجي زي ما احنا شايفين القطعه بتاعه التقليب دي بتاعه الخفق بتكون استانلس، 8 سرعات بشاشه ديجيتال تبين السرعه، وبيجي كمان زي ما احنا شايفين ب2 خطاف للعجن و8 سرعات باكتر توازن، وفي كاوتشات من تحت يخلي العجان ثابت اكثر ثباتا على الرخامه. وادي الغيارات بتاعه العجن والخفق والتقليب زي ما احنا شايفين 3 غيارات، واحده اللي هي الخاصه بالخفق. طبعا عجان بيجي بسعه 12 لتر ودي اكبر سعه في عجان منزلي وتجاري، واستخدمه في كذا استخدام طبعا منزلي او تجاري. الجسم الخارجي كله معدن، التروس معدن، الداخلية ديجيتال بالكامل 12 لتر من هنريش. اطلبوا الان من السليمانية الاجهزة المنزلية الفاخرة. وادي جدول بيبين ملحقات العجان واستخدامات، وادي جدول معانا بيبين لنا كل نوع عجين اقدر استخدم ماكسيمم كام كيلو. العجان زي ما قلنا سعة 12 لتر، التروس معدن، والجسم الخارجي معدن، وشاشة ديجيتال، و2 عجان، 2 خطاف للعجن، وبيكون زي ما احنا قلنا استلس الحلة بتاعته. وادي الغيارات بتاعة العجن والخفق والتقليب، و1800 واط دي اقوى قوه للموتور نقدر نستخدمه في المعجنات الثقيله والخفيفه لاستخدام المنزلي والاستخدام التجاري. والعجان بيجي معانا مضمون من شركه السليمانيه لمده عام كامل ضد عيوب الصناعه، متوفر جميع قطع الغيار والاكسسوارات اللي ممكن نحتاجها حتى بعد انتهاء الضمان. عجان هنريش اطلبوا الان من السليمانيه، عرض لن يتكرر، عرض لن يتكرر، العرض خاص لفتره محدوده. ورجاء الاشتراك في القناه ويصلك كل جديد، وشكرا لحسن المتابعه. شكرا.